يا أول، إن شاء الله اليوم درسنا ماوس فانكشنز اللي هي وظائف الماوس، وظائف الفأرة، بيج 28. تمام. هلا المرة الماضية أخذنا عن الفأرة، أخذنا شو مكونات الفأرة. حكينا بتتكون من ليفت كليك باتون، وفي عندي رايت كليك باتون، في عندي الماوس بادي، وفي عندي الماوس واير. تمام. وأخذنا الطريقة الصحيحة لمسك الماوس. تمام. هلا اليوم إن شاء الله رح نيجي نحكي عن الفانكشنز تاعون الماوس. تمام. رح نيجي نحكي عن الفانكشنز تاعون الماوس. هلا عندي فور فانكشنز للماوس. اول فانكشنز او اول وظيفه للماوس هي الموفينج. تمام. هلا وين موف، وهلا شايفين هذا المؤشر الابيض اللي عم بمشي فيه السهم هاي اسمها موفينج. تمام. هاي موفينج يعني الباد اللي هي اللي انا بحط عليها الماوس، تيجي زي قطعه بتكون ما بتكون يعني مو عارفه كيف اوصفها، يعني ما بتكون ناعمه. تمام. لازم تكون شوي يعني ملمسها شوي سميك وخشن عشان الماوس تمشي. تمام. هاي بنحكي لها احنا باد. تمام. هاي اللي بحط عليها الفأرة. تمام. هي القطعة اللي بحط عليها الفأرة وبحركها، بحرك عليها، اسمها باد. تمام. هلا اذا الكيرسر هو هاد السهم بنحكي له مؤشر او كيرسر، شايفينه هذا السهم الابيض هيني عم بمشي فيه، هذا اسمه كيرسر. هلا الموفينج اول اشي من وظائف الفأرة هي الموفينج. تمام. انه هي انا طول ما انا عم بمشي بالكيرسر على سطح المكتب، على الديسكتوب او على السكرين، شايفين هاد بسميه انا موفينج. تمام. هاي الحركة اللي بمشي فيها انا موفينج. طبعا الموفينج بس مجرد حركة بدون ما اكبس لا كبسة يمين ولا كبسة شمال من الفأرة. هلا تاني وظيفة او تاني فانكشنز هي سيلكتنج. تمام. هي عملية التحديد. هلا في عندي انا نوعين يا مس للسيلكت، في عندي دبل كليك وفي عندي كليك. هلا السيلكت هي عبارة عن تحديد، في عندي نوعين للسيلكت، اول اشي كليك وحدة، وفي عندي تاني نوع دبل كليك. هلا شو الفرق بين الكليك ودبل كليك؟ هلا شوفوا لما اجي مثلا انا على الدروس المصورة هون او على ارشفة الحصص، شايفينه هاد كلمة ارشفة الحصص هاي هيامس، لما اجي اعمل كليك وحدة، طبعا انا كل شغلي على الليفت كليك باتون، على الكبسة الشمالي من الفأرة، انا ما بصيب الكبسة اليمين. تمام. كل شغلي على الكبسة الشمال من الفأرة. لما اجي اعمل ضغطة واحدة، يعني بكبس واحدة مرة واحدة على الكبسة الشمال. تمام. شوفوا هاد انا بسميه كليك، هي بعدت انا الفأرة. شوفوا شو صار بارشفة الحصص، حدد لي اياها. تمام. ارشفة الحصص صار في حواليها مربع، حدد لي اياه. تمام. اذا انتو شايفين نيجي على مثلا هون نيجي على اوراق عمل. تمام. باجي بكبس عليها كبسة واحدة من الشمال. تمام. شوفوا كيف سلكت، حدد لي اياها. طب هلا الدبل كليك شو بتعمل؟ هاي كليك واحدة هون تحديد. طب اذا بدي اجي انا اعمل دبل كليك، تمام، شايفين هلا مثلا الشغل كامل بعمل عليه دبل كليك، شوفوا عمل لي اوبن، عمل اوبن يعني فتح لي الفولدر او بفتح لي الملف. تمام. هلا بغض النظر يا مس انا شو بدي افتح، دبل كليك تعمل اوبن، والكليك الوحده تعمل لي سيلكت. تمام. اذا حكينا عن السيلكتنج نوعين، سيلكت يعني اعمل مره واحده اكبس كبسه واحده بالكبسه الشمال تعمل لي سيلكت، اذا بكبس دبل كليك. تمام. اذا بكبس دبل كليك يعني كبستين ورا بعض على الكبسه الشمال، شو بتعمل لي؟ اوبن. بدي اميز بين السيلكت، لها نوعين، وان كليك يعني اكبس وان كليك بالكبسه الشمال، ليفت كليك بتعمل لي سيلكت، الدبل كليك بتعمل لي اوبن. تمام. نيجي على النوع الثالث هو الدراج اند دروب. هلا عمليه الدراج اند دروب شوفوا يا مس هي عمليه الموفينج. تمام. يعني الدراج اند دروب هي بتعمل موفينج للايتيمز الموجودين عندي او الايكونز الموجودين عندي على سطح المكتب. مثلا انا شايفين هاي الدروس المصوره، بدي اجيبها من هون اجي احطها هون. هلا عمليه نقل من مكان لاخر بنحكي لها عمليه السحب والافلات، الدراج اند دروب. دراج اند دروب هي السحب والافلات. كيف باجي بعمل؟ اول اشي بروح على الاشي اللي انا بدي اعمل له عمليه نقل. تمام. بحط الكيرسر
على